27 على الدين بن صالح الاتحاد التطوين على الجهة اليسرى يراوغ حارس جندوبة سيف هدايا ويضيع فرصة تضعيف النتيجة. اللاعب لسعى الشعباني معاكسة بدوره باشا كما جات الاتحاد الشعباني مرة ثانية بالراس يحط الكرة على اليسار والموجود حمل القميص رقم 25 اللاعب علي الدين صالح اللي ينزل في هذا الصوت الثاني يحاول باش يلعب الكرة على الجهة اليسرى في حوار كبير مع عبد المنعم الأسبي يرجع للتغطية الدفاعية الكرة ممتازة مرة ثانية وجه لوجه عبد الله السوديني بطريقة غريبة يضيع فرصة الهدف الثاني ربما رويدا رويدا للتنافسي صالح اتحاد تطوين تقريبا في توقيت 31 دقيقة لعب أو 30 دقيقة لعب في هذا الصوت الثاني مازال 4 ساعة على مدى المباراة وسام العلوي في موقع ممتاز القدم في القائم علي القلعي مرة أخرى والقائم ينقذ تنقاط مهمة والتبيبة حاول العودة في المباراة على الأقل تعديل النتيجة هذه فرصة من جيد اتحاد تطوين كورة عجية اليسرى تعال بشوف مرة أخرى لعب عليه الدين صالح حاضر دفاع اتحاد تطوين مطالبة بضربة جزاء ولبس يد ما تماش المخالفة ترجع على كرة طويلة لفرحات الكسيكسي فرحات الكسيكسي البديل يدخل المنطقة فرحات الكسيكسي الكرة العرضية وحاضر دفاع اتحاد منسير الهدف الثالث الهدف الثالث للاتحاد الرياضي في تطوين ترجع كرة من الحارس حسين الحبسي تسديده كانت قوية من علاء صالح اللاعب اللي دخل منذ قليل تسديده ومنكم اللاعب علاء صالح شوفوا باليسرى يتقدم ويحاول يغالط الحارس يسدد الشوط الأول ثم يسجل هدف الانتصار وضربة جزاء يعلن عليها الحكم مسلم بالأقواس لصالح اتحاد تطوين ضربة جزاء تأتي في دقيقة 90+4 دقيقة 90+4 إذن هذه وامامكم عملية الدفع واضحة بلا بزر محاولة تدرج الكورة هجومية بعد حملة على السابق تعزيز مهم كما قلت تشكيلة بلا بزر هجومية كورة تطوين تشكيلة بلا بزر ودخول سكة النجري مدافع وسط ميدان يدخل هذا التوشيك قاضي أسعد لبيت مع برقة الحمر كورة من جربي تنزل مرتضب الرئيس مرة أخرى الكورة لسيادة فوز الميدان يطلع غير الأيمن محمد سيدي يجب يقص هيلو لعب الاتحاد الرياضي بالتطوين يقص هيلو لعب تطوين الانتقال اللحظات الماضية علق الحمد صالح يلعب خطوط مهاجم على الحمد صالح يقوم بالتكات حمادي I'm feeling as if I'm through.
باش نشاهدوا اولى المحاولات للضيوف. علاء الدين صالح كان قريب من افتتاح النتيجه لولا تدخل الحارس بوهدس ويتصل اللي ضيع يقبل. علاء الدين صالح ابرز لاعب فوق الميدان يستغل هفوه الحارس بوهدس ويلم ويفتتح التسجيل قبل ربع ساعه من نهايه المباراه. خرج الكرة لاعب الاتحاد الرياضي بتطوير تمشي الكرة مباشرة فرحان لكسيكسي لا على الدين صالح سحب الهدف وأسبق منه نديب التطوير في علاء الدين صالح. علاء الدين صالح سريع على الجهة اليسار يروغ على الدين صالح يدخل للمنطقة. على الدين صالح يلعب على السيد عبيد 1-2 على الدين صالح هو ما ثماش له هجوم مازالت الهجمة الاتحاد الرياضي بتطوير خطيرة برشا الكرة كانت من الثنائي علاء الدين صالح وعلاء الدين عبيد. علاء الدين صالح على الجهه اليسار يراوغ علاء الدين صالح يدخل المنطقه والهدف الثاني له قريبه برشا الكره كانت تقريبا من القائم الايسر للحارس حسام الحمزاوي. علاء الدين بن عبيد ينفذ المخالفه طويله ترجع من علاء الدين صالح والهدف الاول ممتاز جدا اول اهداف المباراه.